اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتادة عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تيفي. نسأل جولة صحفية من يوم الصباح والتي عنونت في صفحتها الاولى تفاصيل فرار جماعي من سجن سلاو. وفي التفاصيل كانت تشير الساعة الى 9 ليلا من مساء اول امسنا الاحد حينما اعلنت حالة استنفار قصوى في صفوف حراس السجن المحلي الاول بسلا بعدما سمع صراخ قوي صادر عن 3 حراس اصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة قبل ان يتمكن 7 نزلاء ضمنهم راشدون من الفرار بطريقة هوليودية عبر الباب الرئيسي للمؤسسة السجنية. وبعد مطاردات هوليودية اوقفت المصالح الامنية 2 منهم، الاول سلم نفسه غير بعيد عن المركب السجني فيما اوقفت الثاني بالرباط. باقي التفاصيل تجدونها بيوم الصباح. كواليس تنشر لأول مرة عن تعثر تشكيل الحكومة، عنوان اخترناه لكم من يوم أخبار اليوم. وفي التفاصيل كشفت معطيات توصلت إليها اليومية كواليس مثيرة عن المشاورات حول تشكيل حكومة بن كنان الثانية. ففي إحدى فترات التوتر في المشاورات قال بن كنان لأخنوش إنه سيعود إلى جلالة الملك ليبلغه بأنه سيغادر لأنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، وقال لأخنوش تولى أنت رئاسة الحكومة. فرد أخنوش أنا سأكون رئيس الحكومة في 2021. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم أخبار اليوم. ننتقل إلى يوم المساء والتي عنونت في صفحة الأولى رضال تنقلب على عمدة سلا وتتهمه بإنجاز مشاريع دون خبرة. وفي التفاصيل وجه المدير العام لشركة رضال المكلفة بالماء والكهرباء والتطهير اتهاما خطيرا للمجلس الجماعي لسلا الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء جزء من الخسائر الكارثية التي تسببت فيها الفيضانات بعد أن اجتاحت السيول يوم الخميس الماضي عددا من المحاور. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. ونختم بجريدة الأحداث المغربية والتي عنونت في صفحتها الرياضية رونار يوصي السلامي باستدعاء مستور. وفي التفاصيل علمت اليومية بأن الناخب الوطني هيرفي رونار أوصى جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني للمحليين بتوجيه الدعوة لبعض العناصر المحترفة بأوروبا للمشاركة في التجمع الإعدادي للمنتخب الرديف المقرر تنظيمه في مارس المقبل. وأوضحت اليومية بأن رونار طالب السلامي بتوجيه الدعوة لكل من أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد وهاشم مسور لاعب رفولة الهولندي. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الأحداث المغربية. بهذا الخبر الرياضي مشاهدينا نصل إلى ختام جولتنا عبر الصحف. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.